علاش البنات هما الجنس اللاطف؟ البنات هما الجنس اللاطف حيت هما تيتعتبروا البنات الجنس اللاطف، يعني زعما تتوجد راسها المستقبل، مراه رطيطبه كتكون عندها واحد الشخصيه، كتكون انوثه في الشخصيه ديالها. ولكن انا بالنسبه ليا الجنسيه لطيف منهم، حيت كتكون فيمينين وداكشي، دونك عادي تكون جنس لطيف. نتوما كتكونوا ريسبونسابل وقاصحين في شي حوايج وتو، دونك راه جنس خاجل. واش البنات ضروري تلقى معاهم راحتك؟ ما تلقاش مع الدراري راحتك، لحقاش البنات هما اللي كتلقى معاهم كل شيء، ماشي بحال الدريات، تمشي عند الدري ما كاينش. البنات كيتميزوا بالانوثه ديالهم، داكشي علاش كيسميوهم بالجنس اللطيف. وكاين عاوتاني دريوريين زوينين بحال الدومه. كانت شحال هادي كيتسماو الجنس اللطيف، حنا بقينا كنعاودوها بحال اي مثل مغربي ولا اي حاجه كنقولوها. صافت مع هاد العاده هادي. لا اختي يا لطيف، كذب عليك، خرجوا عليا غير البنات، ما نكون راني دابا في تايوان. شي لطيف لطيف ويا لطيف. علاش البنات هما جيت لاطيف؟ حيت البنات زوينين ماشي بحال الدراري، الدراري ما كيديروش المكياج، البنات كيديروا المكياج. كاينين شي دراري كيتبغيو يديروا بحال البنات كيديروا المكياج، كيجيو حتى هما جيت لاطيف بحال بين قوسين الدومه الشحنانو حتى هما. دائما كنلقاو البنت لطيفه على الدري في اي حاجه، مشاعر ولا كلشي. البنات راه حنان ماشي بحال الولاد، الولاد واخا هكا فيهم الحنان فهمتي، ولكن البنت معروف عليها بالحنان بحال هكا، يعني كيبقى فيها الواحد اكثر فهمتي، ماشي بحال الدري. حيت حنا قلبنا زوين وحنين، ماشي بحال داك الجنس الخاشن. وعلاش الرجال هما الجنس الخاشن؟ تكونوا زعما ما عرفتش قويين، ما عرفتش بحال قويين بحال صعابين، ولا ماشي صعاب صعاب يعني. لا ماشي خاشين، غير هو معروف عليه يعني كيكون فيه واحد الخوف فهمتي، يعني ماشي لا ظريفين، الدراري كلهم ظريفين صراحه، كلهم معروفين بالظرافه ديالهم. اذا كانت الرجوله هي الخشونه، اذا حنا هو الجنس الخاشن. ما كيتفاهموش، كتوقفي حدا كدير فيك ها، ما حتى حاجه فيهم زوينه. حنا كنتميزوا حنا الهدوء وظريفين، كنتعاملوا جمال وكلشي فينا زوين. حنا بصح جنس خاشي، راه فاش كيطلع لنا الدم حنايا عاوتاني مزاجيين على المراه، مع ان حنا كنقولوا المراه مزاجيه اكثر منا، لكن حنا اكثر عاوتاني عندنا كنفعلوا دغيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.